لما يجيك مريض على الطوارئ يكون متزاعل مع خطيبته أو منصوب عليه بمبلغ كبير أو فاتح تجارة ومكسور فيها، أول كلمة بتسمعها هذا المريض اتش واي اس، بتعرف إنه هاي الكلمة غلط. السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد ناصر أبو يوسف وهاي قناتي مذكرات ممرض اللي بحكي فيها عن التمريض مهنة العظماء. فيديو اليوم بتكلم عن إشي اسمه السايكوسوماتيك ديسوردرز وأنواعها والفرق بينها. فإذا أنت مهتم بالموضوع هاند واشنج، البس جلوفز ولا تنسى الماسك وتعال فهمك شو السلافة. من المعروف في علم النفس أنه الأذى النفسي والمشاكل النفسية ممكن تظهر على شكل أعراض جسمانية، لكن مش أي إنسان بالدنيا بيجيك على الطوارئ دايخ أو مغيب أو قلبه بوجع أو بطنه بوجع أو ما بيشوف أو انشل أو صار في أي شيء بسبب مشكلة تيجي تقول عنه HYS. هذا اللي بصير غالبا هو احد انواع السايكوسوماتيك ديس اوردرز، لكن ممكن يكون HYS وممكن يكون شيء ثاني. السايكوسوماتيك ديس اوردرز هي باختصار مجموعه من الامراض والاعراض والعلامات تعني تحول الاذى النفسي الى صوره او اعراض جسمانيه. يعني واحد زعل من مشكله ممكن يقول لك انا ما بشوف، ممكن يقول لك مش قادر امشي، ممكن يقول لك بطلت اسمع، ممكن يصير عنده الم بالصدر يفكر حاله انجلط، ممكن يصير عنده ألم بالبطن، ممكن يصير تعب، قلة نوم، أي إشي ممكن يخطر على بالك. وطبعاً هذا النوع من الأمراض السينما العربية ما قصرت فيه. في السينما العربية الإنسان أول ما يزعل من حدا أو يسمع خبر مش كويس أو مثلاً ابنه يرفع إيده عليه أو يرفع قضية عليه بتلاقيه حط إيده على صدره، قلبي قلبي انجلط مات. هذا الكلام في الحقيقة ما بصير. ممكن الإنسان يزعل من حاجة ويحس أو يفكر إنه في وجع في صدره، لكن هذا مش جلطة ولا يؤدي للموت وعلاجه مش إنك تعمل له قلب مفتوح. من أنواع السايكوسوماتو ديسوردرز أولاً ما يسمى البين ديسوردر، يعني أمراض الألم. المريض بيزعل من حاجة معينة فبتحول الوجع عنده إلى ألم في مكان معين. ممكن أقول لك غالباً صدري بوجعني، فكر حاله عنده جلطة على القلب. ممكن أقول لك راسي بوجعني، ممكن أقول لك عيني بتوجعني، ممكن أقول لك معدتي بتوجعني. فراح تعمل له 100 فحص وتعمل له 100 صورة وتكتشف أنه كله طبيعي. اسأله سؤال واحد، حدا زعلك اليوم؟ راح تكتشف شو السبب. في طائفة ثانية من الأمراض بتشبه البين ديس أوردر اسمها السوماتيزيشن. السوماتيزيشن برضو الألم النفسي بتحول لإشي جسماني، لكن ليس فقط الألم، ممكن يتحول إلى إسهال، إمساك، تعب، غضب، قلة نوم، عمى، يفكر حاله عمى بس هو فعليا السبب نفسي، لو راح عند السبب برجع يفتح على طول، شلل أو مفكر حاله مشلول. وبرضه راح تعمل 100,000 فحص وتحليل وكلهم طبيعي، ولما تسأله إيش القصة راح تكتشف إنه في سبب نفسي. النوع الثالث وهو نوع غريب شوي اسمه Body Dysmorphic Disorder. في هذا النوع من الأمراض بتلاقي المريض زعل من حاجة، بعد فترة صار مش حاسس إنه إيده موجودة أو حاسس إنه إيده هاي انشلت أو ما في منها فايدة. بيجي المريض قدامك، واقف قدامك أو قاعد قدامك وبقول لك رجلي مش موجودة أو رجلي هاي مشلولة، طب قوم امشي بمشي، كيف مش خلص. النوع الرابع اللي هو الكونفيرجن ديسوردرز. هاي النوعية من الأمراض تتمثل في انه يتحول الاذى النفسي الى اعراض جسمانيه. فالمريض مثلا طاوشت مع خطيبها بتلاقيها دخلت في غيبوبه، ابنه زعله او رفع عليه قضيه بتلاقيه فكر حاله انجلط. بيجي مريض بقول لك انا بطني بوجعني على اليمين، متاكد انها زايده، بتعمل له 100 فحص فيش فيك شيء، بتعمل له طبقي التراساوند فيش فيك شيء، خلص هو زعل من شغله فصار بطنه يوجعه، الموضوع نفسي وبده دكتور نفسي. اكبر مشكله بتواجه ممرضين الطوارئ إشي بسموه الهايبوكوندريازيس. مرضى الهايبوكوندريازيس اللي بسموهم بالعربي مرضى التوهم، بتوهم المرض. ممكن المريض نفسه يجيك كل يوم، مالك؟ قلبي بوجعني، اعمل تخطيط قلب طبيعي، اسحب له دم طبيعي، اعمل له أشعة طبيعي. ثاني يوم يرجع لك لسه قلبي بوجعني، تعمل له نفس الفحوصات وتزيد فوقها فحوصات ثانية برضو طبيعي. ثالث يوم الزلمة مقتنع ومتأكد انه عنده جلطة بالقلب، ترجع تعمل له الفحص نفسه برضه طبيعي، دكتور القلب حوله على الصدرية يطلع معه برضه طبيعي، يودوه على دكتور السكري برضه طبيعي، يودوه على الأعصاب ما في إشي. في النهاية بيكتشفوا إنه السبب نفسي. بالعادة المرضى اللي زي هيك براجعوا المستشفى كثير وبكون ملفه كبير جدا،
لكن صعب تقنعهم انه انت سبب مرضك نفسي. وبعضهم مقتنع انه سبب مرضه نفسي، لكن بقول لك بعينك الله اعمل له التحليل. في مريض انا شخصيا بعرفه قعد شهور طويلة وهو يجي على الطوارئ كل يوم، وسافرت من الاردن لقطر ولحد الان بيجي على الطوارئ كل يوم. كيف بيتم علاج كل هاي الامراض؟ بدك تدخل طبيب نفسي، بدك معالج نفسي يقعد مع المريض ويفهم منه شو القصة، بدك احيانا اللجوء الى الادوية النفسية اللي يكتبها استشاري فهمان، بدك طريقة طويلة من العلاج الدوائي من جهة والسلوكي من جهة لحد ما يروح هذا المرض من الإنسان. أول خطوة في العلاج أنه المريض يعترف أنه عنده مرض، فإذا ظل مقتنع أنه عنده جلطة أو زائدة أو شو مكان كل شغلك على الفاضي. المشكلة الأكبر خصوصا في أقسام الطوارئ أنه لما الممرض أو الطبيب يدخل عليه المريض أول مرة في حياته بيشوفه وبدون ما يفحصه ولا يعمل أي شيء يقول لك هذا HYS، وفي النهاية يطلع المريض عنده جلطة على القلب فعلا. المشكلة في الطب انه في قاعدة لا تتهاون بأي شكوى، فأي واحد بيقول لك وجع بالصدر مجبور تعمل له تخطيط قلب، بعدين نقدر نقول انه شكواك مهمة او تافهة. المرة الجاية حاول لا تحط حالك في مأزق، وحاول انه لا تودي نفسك على المحكمة واعمل اللي عليك، لكن برضو لو تأكدت انه السبب نفسي حاول تقنعه يروح على طبيب نفسي. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. بنشوفك بالفيديو الجاي. سلام عليكم.